عارفه هو منيح لانه انا الوضع عادي، ممكن اتاخر لانه في عجقه. اهدي اذا بتريدي. شو يعني رح يختفي؟ امي حاجت اللي لي اهدي ورؤي، صار وقت العرس ومروان ما حدا بيعرف وينه. كارلا، يعني يمكن نسيان شي ورايح يجيبه. لا تفكري بالاسوأ، بترجاكي. امي انا كيف بدي اوصل لمروان؟ تليفونه هون، شو بدي اعمل هلا؟ اضرب انا وحظي. كارلا، كارلا وينكم؟ انتوا الكل برا ناطرينكم. كنان، مروان معنا مبين وما بعرف وينه. شو يعني؟ شو يعني ما بتعرفي وينه كارلا؟ ما بعرف، ما عم بقدر اتواصل معه، تليفونه هون وهو مو مبين، رح يصير فيه نفس الشيء مرة ثانية. كنان رح اتبهدل يعني. ماشي، روقي شوي. هلا خدي نفس عميق وروحي فوتي انت على غرفة العروس، يلا. طيب. انا رح روح ادور على مروان وجيبه، لا تقلقي، فوتي. يلا يلا، اهدي شوي. مروان وينك؟ وين اختفيت؟ كارلا، سامحيني يا كارلا، كنت مفكر إنه بقدر ساويها. مالك ذنب أصلاً، الحق علي أنا، أنا اللي صدقت حالي، كنت مفكرة إنه هالحلم تحقق بهسرعة ورح أتزوج حبيبي يعني مثل الأميرات. ما حسيت إني عم أجبرك لتتزوجني. بعتذر على اللي عملته، سامحيني. أنا كيف بعمل هيك بحالي؟ كيف برضى على حالي إني أرجع أعيش بهالموقف البشع؟ هلا الكل رح يحكوا علي ويقولوا أنت تركت للمرة الثانية، أنا كيف برضى أعمل بحالي هيك مروان؟ ليش حطتني بهالموقف؟ ما في داعي للانفعال، رؤي. تعرف شو لازم يصير مروان؟ يلي لازم يصير هلا انه نروح لعند المأذون ونوقع على الزواج، وبعد ما الكل ينسونا نحن مننهي قصتنا ومننفصل، لاني ما فيني عيش عائلتي ونفسي بهالمهزله للمره الثانيه بحياتي. لهيك لازم نتزوج. نحمده ونشكره. ما شاء الله ما شاء الله. تاخذ العقل. منيح اللي اجوا، كانوا رح يصيروا مضحكه بين الناس. قلت هيك الفضيحه الى اول ما لقى. مروان حبيبي، الله يخليكم لبعض. تفضلوا. أعزائي الحضور، اجتمعنا اليوم مشان نعقد قران مروان كورفالي على كارلا يلما. العقل. برافو. سيد مروان والسيدة كارلا، حضرتكم تقدمتوا بطلب زواج لمكتب الزواج ببلدية اسطنبول.
وبعد ما درسنا وضعكم لقينا انه ما في عائق قانوني امام زواجكم. تقبلني. واليوم هون قدام الشهود وقدام الحضور كله رح اسالكم مره تانية. بالاول كارلا يلمز، هل تقبلين مروان كورفالي زوجا لك بشكل رسمي بمحض ارادتك ومن دون اي ضغوط؟ بقبل. بتجنن. وهلا دور حضرتك مروان كورفالي، هل تقبل كارلا يلمز زوجة لك بمحض إرادتك ومن دون أي ضغوط؟ حبيبي برافو يا روحي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.